الشعر غذاء الروح، وعشاق الشعر كثيرون، فأحلى الكلام وأعذب المعاني في هذه الحلقة تأتي على لسان الشاعر الشيخ تعيج الخليفة الصباح بقصيدة جديدة انتهى منها مؤخرا ليطرب بها مسامعنا الفنان عبد المجيد عبد الله، فماذا يقول؟ تعهدنا نصير اثنين يوم الحب جمعنا، تعهدنا نصير اثنين يوم الحب جمعنا، ان لك رمش وانت العين واحلف لي وعاهدني، تعهدنا نصير اثنين يوم الحب جمعنا، ان لك رمش وانت العين واحلف لي وعاهدني، غرامك ساكن ذاتي وعذب الود يرفعنا، وهذه حالة العشاق كل منك تسعدني، تعهدنا نصير اثنين يوم الحب جمعنا، انا لك رمش وانت العين واحلف لي وعاهدني، غرامك ساكن ذاتي وعذب الود يرفعنا، وهذه حالة العشاق كل منك تسعدني، تعهدنا على حب، تعهدنا على حب جميل وصادق المعنى، يلامس جرحك الجرحي قريب وما يباعدني، تعهدنا على حب جميل وصادق المعنى، يلامس جرحك الجرحي قريب ما يباعدني، هلا بالحب هلا بالحب يا روحي، هلا بوعود تنفعنا، هلا بالحب يا روحي، هلا بوعود تنفعنا، هلا يا أجمل أيامي، هلا يا سيدي عدني، هلا بالحب يا روحي، هلا بوعود تنفعنا، هلا يا أجمل أيامي، هلا يا سيدي عدني، على كل غرام على كل غرام أبديك يكفي، لا تضيعني من أجل عيونك ثنتين، بالأهداب حددني، تعهدنا والله تعهدنا نصير اثنين، خل الناس تسمعنا وسولف لي عن أحوالك، كفاية لا تعاندني، تعهدنا نصير اثنين، خل الناس تجمعنا وسولف لي عن أحوالك، كفاية لا تعاندني، تعهدنا نصير اثنين يوم الحب جمعنا، أنا لك رمش وانت العين واحلف لي وعاهدني. كاميرا